أختنا لها رسالة طويلة وقضية أطول. القضية أنها عاشت مع زوج لها 55 عاما، وبعد هذه المدة الطويلة تغير الرجل وأصبح يشتمها ويشتم أولادها ويطردهم من البيت، حتى إن له ابنا في 13 من عمره يدرس منعه من الدراسة وبدأ ينسب إليه أقوالا وأفعالا ليست منه، وحينئذ ضاقت بها الحياة وبدأت تشتكي شيخ صالح وترجو من فضيلتكم التوجيه، جزاكم الله خيرا. هذه مشكلة، ويظهر مما ذكرته السائلة أن هذا الرجل قد أصيب في فكره وعقله إما بمرض وإما بمؤثر أثر عليه. على كل حال ما عليها إلا الصبر والاحتساب وعلاج الأمور بالتي هي أحسن، ولعل هذا العارض الذي عرض لهذا الزوج أن يزول إن شاء الله، ما دام أنه في أول حياته الزوجية كان مستقيما معها ولهذه المدة الطويلة، فيعتبر هذا المذكور عارضا يرجى أن يزول، وعليها بالصبر والاحتساب. وإذا كان الرجل يتعاطى شيئا من المواد التي أثرت عليه فعليها أن تنصحه وأن تحذره من ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديها ويكون لها الأجر في هذا. نعم. الله المستعان. ماذا عن العبادة شيخ صالح؟ تذكر أن الرجل تغير حتى في أمور العبادة، في الصلاة في الصيام. كذلك عليها مناصحته، الله المستعان، وأمره بالصلاة وأمره بالصيام، لعل الله أن يهديه. وإن كان ذلك لخلل في عقله فلا شك أن من أصيب بخلل في عقله فإنه مرفوع عنه القلم. إذا كان بلغ إلى حد زوال الإدراك، إذا كان بلغ إلى حد زوال الإدراك هذا مرفوع عنه القلم، أما إذا كان إدراكه معه تصوره معه فهذا لا تسقط عنه العبادات، لا من صيام ولا من صلاة، ولا يجب أمره بذلك وتكرار النصيحة له حتى يهديه الله عز وجل. نعم. تقول إنه إذا رآها تؤدي العبادة الصلاة أو الصيام يقول أنت تكذبين في عبادتك، وحينئذ يتلفظ بمثل هذه الألفاظ. لا يؤثر عليها ذلك، تؤدي عبادتها وكلامه فيها لا يؤثر عليها، وربما يكون كلامه هذا صادرا عن عدم شعور. اللهم استعان. نعم. اللهم استعان.